في الفيديو ده هنبدأ نمذجة الأسقف الإنشائية للمشروع. في لوحات الكاد هندور على أول سقف عندنا اللي هو سقف البدروم. هنلاقي إن السيستم الإنشائي عندنا هو flat slab with marginal beams. أول خطوة في النمذجة إن احنا هنبدأ نمزج الكمرات. زي ما انتم شايفين معانا كمرات كاف 5، نموذج كاف 5 محيطية بالمبنى كله، وفي عندنا سيستم كمرات موجود عند السلم. هنفتح الريفت ونروح على الفيو اللي احنا عايزينه، سقف البدروم. وعشان تنمزج الكمرات تروح من ستراكشر بيم. هنلاقي نماذج الكمرات احنا عملناها في الاول في الجزء الخاص بدراسة المشروع. هختار كاف 5 الموجودة عندي. بالنسبة للجيومتريك بوزيشن هنتأكد ان هي كاميرا ساقطة، فنتأكد ان الواي جاستيفيكيشن على الاوريجن والزي جاستيفيكيشن على التوب. والماتيريال بتاعتنا كونكريت كاستم بليس. ونبدأ ننمزج. هناخد بالنا ان الفيو بيظهر لنا العمود بأبعاده الكبيرة والعمود المقصوص. هنلاقي ان البليسمنت بلين عندنا هو الارضي اللي هو سقف البدروم. هننفذ كاميرا كده ونروح نشوف من الميد بوينت بتاعة العمود الكبير، نعمل كليك لغاية ميد بوينت العمود اللي بعده. نطلع على 3D نتأكد ان اللي احنا عملناه. زوم ان، تمام كده الكاميرا ابعادها 30 في 40، هي واخدة عرض العمود بالكامل كده. اتنمزجت بطريقة صحيحة. نرجع دي الفيو ونكمل نمزجة الكاميرات. هتسألني هل ينفع نمد الكاميرا بقطعة واحدة؟ هقولك عادي مفيش مشكلة، لكن يفضل ان انت تخليها قطع مفصلة زي دي عشان لما تيجي تعملها تاج او ايا يكن. خلصنا احنا الضلع ده. عشان امر التشين مفعل عندي، فانت هتلاقي ان الامر لسه شغال. هعمل اسكيب وابدأ تاني الامر، لكن هلاحظ ان انا صعب عندي ان انا اجيب ميد بوينت في الاتجاه ده، فانت ممكن تضغط في اي مكان. بعد كده نعمل الاين، هنكمل الامر للاخر وبعدين نعمل الاين اما نخلص. تمام كده اكمل بقية الجزء ده. اضغط سكيب مرتين بعدين ابدا اعمل الالاين. عشان اعمل الالاين لو انا متلخبط بسبب بلان الكاد ممكن اعمل له اخفاء زي ما عرفنا قبل كده. اعمل عليه سيلكت واعمل شورت كات اي اتش. من موديفاي هختار الاين، ممكن اعمل مالتيبل الاينمنت بحيث ان انا ممكن اختار وش العمود ده مع كل الكاميرات اللي انا عملتها من غير سناب ده. هضغط في اي مكان عشان اشيل الريفرنس بتاع المالتيبل الاينمنت وابدا ريفرنس جديد هو وش العمود ده، وابتدي اختار باقي الكاميرات. اضغط في اي مكان واختار وش العمود. لو انت مش شايف كويس تقدر تختار ثين لاين من فوق تلغي سماكة الخطوط ويبقى الدنيا اوضح. اخترت الريفرنس الجديد
نكمل الالاين على الكاميرات. تمام كده، كده الكاميرات المحيطية خلصت. ممكن نبص على 3D. تمام، كمل باقي الكاميرات. ممكن اعمل ريفيل هيدن اليمنت. ممكن اظهر الرسمة او ممكن ابص عليها مؤقتا من هنا. هلاقي ان عندي كاميرتين كاف واحد للعمود ده والعمود ده. هقفل الهيدن اليمنت مود وادخل على ستراكشر بيم. واختار كاف واحد، انا ماسك من الاوريجين اللي هو السنتر بتاع الواي. اذا ممكن استفيد بالاكس ده لان هي كاميرا 12 سنتي والاكس او الجريد على مسافة 6 سنتي من هنا، فهيبقى متنصف بالشكل ده. هعمل سكيب مرة وابدأ من الجريد ده. كده انا خلصت سيستم الكاميرات ده. ولو عايز الدنيا توضح اكتر بالنسبة للدور ده على الاقل، ممكن اعمل كليك يمين على الكيوب اللي جنبنا واقول له orient to view floor plan. اختار الفيو اللي انا عايز اشوفه اللي هو سقف البدروم. هنلاقي ان 3D view اتعمل له section box حوالين الفيو اللي احنا عايزينه بس، زي ما حضرتك شايف كده، عشان الكاميرات او الاعمدة اللي كانت فوق كانت ملخبطانة. لكن ده احنا كده باصين بالظبط على المنطقة اللي احنا عايزين نشتغل فيها. ممكن تنزله تحت اكتر تظهر الاساسات. تمام، ده كان الكاميرات بتاعت السقف الاول. بالنسبة للبلاطة نفسها نرجع تاني للفيو، ندخل على امر structure، ندخل على floor. نمزجنا التايب بتاعها قبل كده 20 سنتي. ابتدي اعمل الفلور هنا، اختار امر اللاين. في سؤال هنا، انا هشتغل بكامل المساحة بغض النظر عن الاعمدة والكاميرات، ولا هبتدي الف حوالين الكاميرات؟ للتوضيح هناخد الفلور بكامل المساحة الاول عشان نوضح الفرق بين الطريقتين. اقول له فينيش. بعد ما نخلص هنروح على 3D. زي ما حضراتكم شايفين، تيجي تعمل سيلكت على الفلور هتلاقيها واخده المساحه بتاعتها والاعمده والكاميرات مقطوعين. يعني لو انا عملت هايد للفلور ده، هي هتلاقي الثيكنس اللي هو 20 سم متاخد من الكاميرا بعلاقة الجوين وكذلك العمود. انشائيا ده صح، بمعنى انت لما تيجي تصب السقف ده بيتصب المساحة دي كلها وجزء ده كله بيعتبر من التكعيب بتاع الفلور والأعمدة بتبدأ من بعده. تمام، لكن بالنسبة للكاميرات ممكن يبقى الموضوع مختلف شوية، لأن أنا ممكن أبقى عايز أحسب تكعيب الكاميرات لوحدها. ف ناخد حل وسط هو اولا بس همسح الفلور ده، هو ان انت هتختار امر اللاين وتبتدي تلف حوالين الكاميرات فقط تفرغ مكانها. تمام، خلينا نشوف الكلام ده هنتم ازاي. هنيجي من الكورنر ده نعمل لاين ونكمل، نيجي هنا نضغط. مش هنلف حوالين العمود، مش هفرغ حوالين العمود، لكن هفرغ حوالين الكاميرات بس. واجي هنا عند الكاميرا دي مش هكمل، هقوم قافل الجزء ده
هكذا. اقول له فينيش. هسيب الباكية بتاعة السلم فاضية لغاية ما ننفذ السلم. هعمل قلبتين السلم والبسطة والصدفة مع بعض. خلينا نروح لل 3D. تمام، هتلاحظ إن الكمرات الخارجية موجودة كلها والفلور موجودة بالداخل. الكلام ده عشان لما أحب أحصر الكمرات هيطلع لي جدول الكمرات صح، ومش هيعمل دوبليكيت للفوليوم مع الفلور، تبقى ده صافي الفلور زي ما انا عارف. وبالنسبه للاعمده اللي جوه، علاقه الجوين ان الفلور قطع من العمود، وكده العمود يتحصل صح. كده سقف البدروم خلص، وهننتقل للسقف اللي بعده اللي هو سقف المتكرر، وفي الحقيقه سقف الارضي والمتكرر. النظام الإنشائي هنا هو السوليد سلاب زي ما حضراتكم شايفين، كمرات وأسقف 15 سنتي، رقة واحدة حديد. تمام، هنروح على فيو سقف الأرضي والمتكرر. هنبدأ بالكاميرات الأول. لو حضرتك شايف إن لون الكاميرات اللي جاي من الأوتوكاد لونه صعب شوية وغير واضح، هنعمل حاجة بسيطة. هنضغط VV أو VG Keyboard Graphic Override، نروح على Import Categories، نختار البلان اللي احنا شغالين عليه اللي هو Replicant أو Repeated. هشوف اللون ده انهو لاير في لوحة الكاد، وعشان انا مش هعرف من هنا هضغط كنسل واعمل سيلكت على لوحة الكاد واقول له كويري. اضغط على اي خط من الاصفر دول هيفتح لي قائمة هعرف ان اللاير بتاعتها اسمها بيم، اقول له اوكي. ارجع تاني للفي في، هلاقي ان دي بيم. هقول له override للاينز، هقول له انا عايز color تاني، ممكن ازرق او احمر، هقول له اوكي. اوكي تمام، كده اريح للعين شوية. هنبدأ بالكاميرات. من بيم هعمل زوم شوية على التاج اللي موجود في لوحة الكاد. السيمي كولوم دي هي تماثل حرف الكاف في الكيبورد، هو مترجمها قالب اللغة بس، فدي هتبقى كاف 3. لو بصيت على لوحة الكاد فعلا هتلاقيها كاف 3، فاحنا هنستدل بيها بالطريقة دي. فاختار كاف 3 واشتغل من خلال السنتر بنفس الطريقة. هبدأ بالمارجنال او الخارجي الاول وبعدين نكمل. ده كاف 3 برضو. شوف الاوتوكاد ده اللي هو كابولي، هعمل سكيب مرة واختار كابولي واكمل. هرجع لكاف 3
لو انت مش شايف كويس مين الكاميرات اللي اتعملت او ما اتعملتش، ممكن تخلي ال visual style consistent colors، فهيبقى ظاهر عندك شكل الكاميرات اللي اتعملت. اختار كابولي، ممكن اعمل select على الكاميرا دي واقول له copy. كوبي كمان مرة، نجيب كاف 3 تمام. مفيش حاجة كويسة نعمل منها سناب هنا، فنضغط في أي مكان وبعدين نعمل ألاين. تمام اسكيب، هنكمل الجزء المحيطي كاف 3. ونبتدي نشتغل على اللي جوه، او ممكن نكمل السلم عادي و نجيب الجزء ده قطع كابولي. تمام نرجع لكاف 3 تاني، نجيبها بالشبه وبعدين ما ننساش نرجع نعمل عليها align. هعمل escape مرتين واعمل زوم، ممكن اخلي الفيجوال ستايل واير فريم، هنلاقي ان لا يكاد يوجد فرق، فهي شبه متطابقة كذلك. هنا ممكن نبص على الجهة الخلفية برضو، تمام. هنرجع الـ Visual Style تاني Shaded أو Consistent Colors، ونبدأ نشتغل على الكاميرات اللي جوه. معانا دي كاف 1، تمام. كيف واحد نختار كيف 3 للكاميرا السلم دي،
اف واحد للكاميرا دي، ممكن نضغط في اي مكان بعدين نعمل الاين تمام كده. كده خلصنا كاميرات السقف، نعمل سكيب كذا مرة ونطلع على 3D. هنغير ال Orient to View لل الليفل اللي بعده، أقول له Orient to View Floor Plan سقف الأرضي والمتكرر. تمام كده. الخطوة التانية هي زي ما عملنا في المرة اللي فاتت، هنبدأ نعمل الأسقف. من Structure أروح على Floor واختار 15 سنتي. هنا هقول لك يعني تحرر الدقة جدا، ويفضل انك تمشي حوالين كل الأعمدة، ده هيبقى أفضل نموذجيا وللحصر. الموضوع مش هيكلفك أكتر من كليكات زيادة. كده احنا خلصنا دي. تأكد ان انت بعد ما تخلص الباوندريز بتاعتك تعمل التشيك مارك، وما تعملش كذا باوندري جوه نفس الامر، كل فلور تتعمل في امر لوحده. خلصنا ده، هقول له كرييت سيميلر معمول عليها سيلكشن عشان يدخلني على طول على امر الفلور من غير ما ادخل على الاستراكشر. وما الى ذلك اختار لاين وابدا بنفس الطريقه. نقول له فينيش. نقول له كرييت سيميلر.
تمام كده خلصنا كل الباكيات. بنأكد برضو ان احنا سيبنا باكيت السلم لوقت تنفيذ امر السلم، كذلك باكيت المانوال ما عملناش فيها اي حاجة. نرجع لل 3D هنلاقي عندنا السقف خلصان، ممكن نعمل دي سيلكت، نطلع على سيكشن بوكس نشيله. تمام جدا، وبما ان ده سقف المتكرر فانا محتاج اعمل كوبي لكل محتوياته في بقية الادوار المتكررة. اهم حاجة في الخطوة دي هي السيلكشن، فانت ممكن تروح على البلان تعمل سيلكت، تعمل سيلكت كل حاجة، ومن الفلتر تقول له تشيك نون واختار لي فلورز و الفريمينج بالتايبس بتاعتها اللي طالعة عندك، ونقول له اوكي. لو رحت على 3D هتلاحظ ان في كاميرا ما تمش اختيارها، فيفضل ان انت تعمل الخطوة دي من ال 3D نفسه، تقف بالجنب كده وتعمل كروس سيلكشن بحيث انت تكون متأكد انك اخترت كل حاجة في البلان. نقول له نفس الفلتر تشيك نون وفلورز، نقول له اوكي. تمام جدا السيلكشن ده، وهنيجي من هنا نقول له كوبي تو كليب بورد وبيست الاين تو سيلكتد ليفلز. احنا اشتغلنا على الليفل اللي اسمه الاول متكرر اللي هو كان سقف الارضي متكرر، هنا هنختار التاني متكرر اللي هو ده، والتالت متكرر، والسطح اللي هو السقف الاخير، ونقول له اوكي. تمام كده، ممتاز كده احنا خلصنا بالأسقف المتكررة. لسه لينا بس السقف الشخشيخة والخدمة. هندخل على الفيو الأخير سقف الخدمة، هيبقى الموضوع سهل. رقم واحد أنا عندي 6 أعمدة هنا مكملين زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، أنا محتاج أختار دول. فلو ما ظهروش عندي في البلان أقدر أجي من Structure Plan أقول له Underlay واختار لي أي View من هنا. هنختار المتكرر عشان تبقى قطاعات الأعمدة اللي احنا عارفينها. هتلاقي الأعمدة عندك ظاهرة، اعمل زوم شوية هتلاقيه عندك بيعمل Select. ولو معرفتش تعمل Select عليه تأكد إن النقطة دي مفعلة Select Underlay Element، لأنها لو مش مفعلة مش هتقدر تعمل Select للعناصر اللي ظاهرة في الأندرلاي. نفعلها ونعمل Select على الأعمدة واحد ورا التاني أو للكروس سيلكشن بالشكل ده برضو، والفلتر لو مظهرش معاك نختارهم واحد واحد برضو مش هتاخد وقت. احنا بنختارهم عشان نكمل التوب ليفل بتاعهم لغاية الشخشيخة فيظهروا عندنا في البلان ده. تمام كده، هلغي الأندرلي أقول له نان شكرا، وأروح على كاميرات أعمل سيستم الكاميرات اللي عندي ده. في هنا كاف واحد أختار كاف واحد من الجريد زي باقي الأسقف، هضغط في أي مكان وبعد كده أظبطها بالألاين
اعمل سكيب وابدا اعمل الالاين بالشكل ده، ارجع للبيم ظبطه برضو بالالاين. هي غرف الخدمة تتكون أساسا من برج السلم اللي احنا بنعمله دلوقتي، زائد غرفة إضافية اللي هي جنبها دي. ايه المرة دي أنا هدخل على الفلور وهعمل سقف السلم هنا، لأن ما عادش عندي سلالم طالعة هنا، سمك 15 نعمل كرييت سيميلر، ونعمل الباكيه اللي جنبها. تمام، قول له فينش. واروح على 3D تمام جدا كده. موديل الاسقف بالنسبة لنا خلص. في الفيديو الجاي هنشتغل على السلالم. في الجزء ده هنشتغل السلالم بتاعة المشروع. هندخل من سقف البدروم، نعمل زوم ان على باكية السلم، نحب نوضح حاجة، ان انت عندك الجزء ده من السلم اللي هو من بعد المنطقة دي، بعد الديتيل لاين اللي انا رسمته. الجزء ده هيبقى جزء او يعتبر بلاطة من اللي في منسوب الليفل، زيها زي اي بلاطة اترسمت هنا. دي هنعملها لوحدها دلوقتي، وبعدين عندنا الجزء بتاع السلم في المنطقة دي، وده المجال المسموح لينا بيه ان احنا نشتغل في المنطقة الموضحة هنا. هعمل سكيب من اركتكشر، اروح على ستير، هيدخلني على سكتش مود، والستير لي ثلاثة سيستم فاميلي. assembled stair اللي هو ممكن يبقى سلم ستيل او سلم رخام، او مش لازم يكون شكل الخرسانة اللي احنا عارفينه، والكاستم بليس اللي احنا عارفينه والبريكاست. احنا هنشتغل على كاستم بليس التايب الموجود ده، اسمه مونوليثيك ستير. هضغط عليه وهعمل edit type، ممكن اعمله رينيم الاول بحيث ان هو ممكن اعمل underscore يبقى في اول الليستة، او صفر او اي رقم يخليه يبقى في اول الليسته. ممكن اسميه مثلا ايه ار سي ستير. اقول اوكي. الكالكوليشن رولز دول هنسيبهم زي ما هم، وهاجي على الران تايب، اعمل سيلكت هنا واعمل ايديت. الاندر سايد سيرفيس سيبه سموث، ستراكشرال ديبث 0.17 او زي ما انت هتعمل في ديزاين.
ايه الماتيريال، كونكريت كاستنسيتو تمام زي ما هي، ومش هنعمل اي فينش بالنسبه للقوايم والنوايم لان احنا بنشتغل هو صحيح عنصر معماري، لكن احنا عايزين الجزء الانشائي فيه اللي هو الخرسانه بس. اقول له اوكي، هاجي على لاندنج تايب، اضغط عليها واغير الثيكنس بتاعها، ممكن اخليه 15 او 20 على حسب سيستم او ستراكشرال سيستم بتاع الستير نفسه. اقول له اوكي، كده خلصت الاديت تايب. ابدا الكونسترينت بتاعتي، البيز ليفل هو الارضي تمام، احنا هنبدا من الجزء ده، وتوب ليفل الاول متكرر، وديزاير ستيرد هايت 2 مترين و90 سنتي تمام. احنا ممكن نجيب الدايمنشن نقيس البعد ما بين المنطقة بتاعة اللاندنج دي 2 متر 43، 2 متر 43 على نوايم هنقول مثلا 28، فاحنا معانا حوالي 8.6 نوايم. لو قلنا 8 نوايم بس، 2.43 على 8، فاحنا عندنا النايمة عرضها 30، أو ممكن نخليها أقل من كده، 2.43 على بدل 8 نخليها 9 27، 27 مناسبة. كل ده عشان أحسب يا جماعة عدد القوايم اللي أنا هشتغل فيها، 9 نوايم ده اللي أنا هعمله، 9 نوايم في القلبة، وعدد القوايم يساوي عدد النوايم زائد 1، فاحنا بنتكلم في 10 قوايم في الرن الواحدة. فأقول له أنا 10 قوايم في الرن الواحدة وأنا عندي 2 رن، فهقول له محتاج 20 قايمة. ده كده ارتفاع القايمة 14.5 سنتي، والاكشوال تريد ديبث هنخليه 27 زي ما عملنا تمام. كده احنا جاهزين بالنسبة لللاندنج او الرن ويدث عرض القلبة. هنحسب المنطقة المسموحة بيه هنا 1.10 متر، 1.10 متر للقلبة. هعمل اسكيب، هختار الستريت رن من هنا واقول له الويدث بتاعها 1.10 متر تمام. ممكن اقول له اللوكيشن لاين نخليه من الليفت، لو ما ظبطش الليفت من غير ما تعمل اسكيب تختار الرايت، وهنمشي لغاية أما يقفل معانا على المسافة بالضبط، وعمل كليك. الورنينج اللي طالع ده بيقول لي الأكشوال تريد ديبث اللي هو 27 سنتي عرض النايمة أقل من اللي احنا موجود عندنا في الكالكوليشن رولز اللي هو 28. هنقول له مش لازم، أوفررايد. هنكمل بقية النوايم، اختار من اللوكيشن لاين الليفت وكمل بقية السلم لغاية ما يخلص عندي الرايزرز تمام كده. هتأكد ان اللاندنج اوتوماتيك لاندنج اللي اتعملت ما بين الاتنين رن ان هي في المسافة بتاعتها، فهعمل واير فريم وهعمل لها الاين على خط الدايم الكلام هنا، والورنينج ده بيقول لي ان اللاندنج ديبث اقل من رن ويدث تمام. كل ده تمام، هنقول له فينيش. هناخد قطاع سيكشن من هنا، عم سكيب انا عايزه في الاتجاه التاني، دبل كليك على سيكشن هيد. اول حاجه هنعملها ان احنا نعمل سيلكت على الريلينج الداخلي نعمل له ديليت، كذلك الريلينج الخارجي نعمل له ديليت تمام كده. مبدئيا عايزين نعمل الفلور اللي هي الليفل لاندنج، نرجع للبلان تاني ومن امر ستراكشرال فلورز
هعملها 15 سنتي على أساس إنها محملة على سيستم كاميرات هنا. بختار اللاين وابتدي ارسم. ممكن نحدد الحدود الخارجية بتاعت العمود. في عندنا هنا كاميرا، فاحنا هنبعد بمسافة الكاميرا دي لغاية هنا. نعمل زوم ان تمام من هنا، لكن من هنا هنعمل تريم تمام كده، نقوله فينيش. نرجع للسكشن تاني، انا هعمل هايد للبلان الاوتوكاد. تمام كده، هنتأكد ان الفلور في المستوى اللي احنا عايزينه. هعمل سيلكت عليها، هي في الليفل اللي هو الأرضي، هو سقف البدروم. تمام ممتاز، مفيش مشاكل. وهنا المشكلة هو إن احنا بنرسم سقف البدروم، لكن احنا بدأنا من سقف البدروم عملنا السلم، فالسلم بيتحرك من الأرضي للأول متكرر أو من الليفل اللي أنا واقف فيه لغاية الليفل اللي بعده. فهو لما اشتغلت أنا على اللاندنج هنا عملت اللاندنج بتاعة البداية مش النهاية، عشان كده ما ظهرتليش فوق. مش مشكلة، احنا كده كده هنعمل كوبي للكلام ده كله فوق، لكن هي هنا في مكانها الصح. هعمل عليها سيلكت وأقول له كوبي to clipboard we align to based align to selected levels عند باقي الأدوار الأول والتاني والتالت والسطح. أقول أوكي okay. تمام، هي اتنسخت في كل الأماكن زي ما حضراتكم شايفين. ممكن أزود السكيل. خلصنا احنا كده السلم ده، هنبدأ نكرره في المالتي ستوري. هنعمل سيلكت على الستير، هنلاحظ عندنا في الموديفاي مالتي ستوري ستير، نقول له سيلكت ستيرز، وهنختار الليفلز اللي احنا عايزينها تدخل معانا او انها تتوصل بسلم. اختار التلاتة ليفل دول، مش هحتاج اختار ده لان دي الشخشيخة او السقف الاخير. ده مبدئيا هنعمل فينش عشان نلاحظ بس السلم. تمام مفيش اي مشكلة في اي حاجة. لسه اخر سلم معانا اللي هو سلم البدروم. هندخل تاني على الامر، هو ده هيبقى فيه بس يعني فرق بسيط، هو ان كل الليبلز اللي فاتت كانت متساوية في الارتفاعات، ده ممكن يكون مختلف شوية، فهنشوف الاختلاف ده هيظهر ازاي. هنقوله Connect Levels ونختار البدروم، نقول له Finish. هنلاحظ ان هو عمل Adjustment للسلم. Adjustment ده عبارة عن ايه؟ هنشوف. هو ادانا Warning بيقول لنا Thread Depth مختلف او اقل عن المينيمم Thread Depth، ماشي ده Warning. والتاني بيقول لنا Landing Depth اقل، ايا كان هو ده نفس الكلام اللي قاله لنا في الاول، لكن احنا عايزين نشوف ايه اللي حصل اتغير في السلم ده، بحيث ان هو مع الارتفاع ده هو حافظ على المكان او الحدود بتاعتنا وايه اللي اتغير. هنعمل اسكيب، وعايز اعمل سيلكت على السلم ده بس، فهقف على السلم واضغط تاب مره كده. انا وصلت للسلم اللي انا عايزه، هعمل عليه سيلكت
تمام. ونبص هنا على الاعدادات بتاعته، desired number of rises 20 زي ما هو، والاكشوال تريد ديبث 27 زي ما هو، لكن اللي فرق معايا هو ان هو شال لي نص سنتي من كل قايمه عشان يحافظ على فرق الارتفاع. كده انا ما عنديش اي مشكله، هو ما زودليش درجات او اي حاجه. احيانا بيبقى الارتفاع ما يبقى طويل او كبير او مختلف قوي بيبتدي يقلل او يزود درجات، فساعتها محتاجين نراجع مع المعماري قبل ما نشيك على النقطه دي. تمام كده السلم بتاعي نموذجيا خلصان، ممكن اعمل عليه سيلكت واقول له سيلكشن بوكس. تمام كده، لكن هنلاحظ او احنا ما نلاحظش ان السلم في الريفت دايما في مشكلة زي ما حضراتكم عارفين، ان هو مش بيتنمزج زي ما احنا متخيلين او زي ما هو حقيقي. اول نقطة عندي هي البداية، اول رايزر واخر رايزر دايما بيبقى المشكلة فيه. احنا هنصلح الكلام ده، اول نقطة هتتصلح عن طريق ان احنا نعمل اكستند للفلور ده اهي بالمسافه دي. تمام، الحل الافضل هو ان احنا نكمل الاجزاء الناقصه من السلم بالاوامر الكاستمايز موديل موديل ان بليس من اركتكتشر او ستراكشر. هدخل على موديل ان بليس واقول له اختار كاتيجوري فلورز، اقول له انا عايز اكستروجن، هيقول لي اختار الورك بلين، اختار الكاميرا دي او السلم مش فارق. مجرد الاختيار هبتدي ارسم الجزء اللي ناقصني من السلم اللي هو الاكستنشن دي. ممكن تعمل ده بيك لاين وتقوله اكستند وتريم بالشكل ده عشان اضمن هو على نفس الاستقامة، وتقفل بقية الشكل بالطريقة دي. نقول له الماتيريال نقوله concrete custom place، تمام، ونعرفها انها structural material عن طريق الضغط على البارامتر اللي هنا. نروح على 3D نقوله finish، هنلاقي الاكستروجن بتاعنا موجود هنا. هنعمل align، اختار الفيس ده reference، بعدين اختار الفيس ده برضو reference وهكذا. ممكن اقفل constraint ده كده. انا خلصت الجزء ده تمام. في نفس الموديل دي الجزء بتاع النهاية، هاجي على الجزء بتاع البداية برضو اعمل له حاجة شبيهة، هقول له extrusion برضو، اختار الورك بلين السلم ده، اعمل ده بيك لاين، وأقول له اقفل لي القفلة دي. تمام، وأكمل باقي الشكل lines. ونضف الشكل بالتريم. تمام، الجزء ده برضو هيبقى كونكريت كاستم بليس،
ونخليه structural material، نقول له اوكي ونقول له finish، ومن 3D هنظبط المكان بتاعه. بنفس الطريقة align من الجهة دي واقفل الليفل، من الجهة دي برضو واقفل الليفل. كده انا خلصت الجزئين دول، ايه باقي؟ بس ان انا هعمل عليهم select واقول له copy. يعني مين اللي شغال بالليل بالام الزفت ده واقول له كوبي، شغل كونسترين، واعمل كوبي ما بين الليفلز. بالطريقة دي، واكون مفعل المالتيبل. اخر دور بس هيبقى فيه فرق العشرة سنتي، نعدلها. نعمل موف، والجزء ده مش محتاجينه تحت. تمام كده، اقول له فينيش موديل. تمام، ابتدي اعمل جوين ما بين الفلور والجزء ده. تمام، نروح لل 3D، هنلاقي يعني على الأقل شكل السلم ممكن يكون مطابق للي احنا عارفينه، وده هيريحنا في إخراج اللوحات. نشيل السكشن بوكس، وكده انتهينا من السلالم. مع نهاية الفيديو ده هنكون انتهينا من نمذجة كل العناصر الإنشائية للمشروع بتاعنا. كده الجزء الأول من المشروع خلص، هندخل على الجزء الثاني في الفيديوهات الجاية اللي هو إخراج اللوحات. احنا قضينا وقت بنعمل في موديل وبنحقق فيه كل المعلومات الموجودة في لوحات DWG، هنبتدي نطلع منه المعلومات سواء كانت لوحات أو جداول حصر أو أي حاجة تانية زي ما هنشوف في الفيديوهات الجاية.